بيعلى بالريتم وبيعلى بكل حاجه. فاعتقد ان الواحد لو قدم مباريات كتيره زي النهارده كده، اعتقد ان الواحد الحمد لله هيوصل للفورمه بتاعته ويكون على اكمل وجه يعني ان شاء الله. فاتمنى كده باذن الله من الفتره الاخيره في الفتره القادمه هاتف، فان شاء الله ربنا يكرمه ويوفق جيد. المباراه كانت شكلها من بره سهل، هل من جوه كده وانت في الملعب سهله برضو ولا ملعبكه؟ لا اكيد طبعا، فريق وادي دجله مش فريق سهل، وفريق محترم، واحنا كنا يعني بنتمنى له كل الاحترام والتقدير، ومعهم جهاز فني محترم، والنهارده اعتقد هم برضو في فتره من الفترات ضغطونا، وده دليل اللي هم كسبانين 2-1 بس يعني. لكن لو دي فرقه يعني مش صعبه ومش فرقه محترمه، اعتقد ان احنا كنا كسبنا كتير. بس الحمد لله بقول اهم حاجه ان احنا خدنا 3 بونت النهارده، وده يقربنا جدا من درع الدوري ان شاء الله. انت ماشي فيه كده زي زفه كده ماشيه جنبك ولا ايه؟ لا بس احنا لسه واصلين عند النادي، فداخلين ناخد العربيه فننزل اوقفها يعني. بالتوفيق، عندكم مباراه مهمه جدا امام الانتاج الحربي، وبرده ما عادش في مباريات تكمل القسم على 2، خصوصا فرق نقطه واحده مع الزمالك. والله يا كابتن احنا بنعتبر ان احنا كل مباراه اللي جايه ان شاء الله لغايه اخر مباراه في الدوري دي مباراه فوز، وبغض النظر عن طبعا عن الفرق المنافسه نتائجها ايه، لكن احنا مركزين في نفسنا ومركزين في فرقتنا ونتائجنا، اللي احنا ان شاء الله ناخد كل المباريات باذن الله. بشكرك يا كابتن معتز زين، وان شاء الله ترجع لمستواك اللي احنا عارفينه عنك وتسديداتك اللي احنا عارفينك بيها. اينو فعلا لو خد ماتشات كتير يا كابتن عصام هيفرق.